الاستاذ العامري فاروق. اما الناحيه التخصصيه بقى، فانت عندك في المجلس اداره، حد اللي عنده خبره اداريه عاليه جدا، وليكن مثلا بنتكلم على العامري فاروق دخل المجلس اداره سنه 2000 لغايه 2012 لغايه ما راح وزير الرياضه. في فتره 2000 ل 2012 بيشتغل في كل الملفات الاداريه جوه النادي، لوائح ونظم وقوانين، هو منظم قوي وعنده ورق كده تحسه دايما انسان مرتب يعني ومنظم وادارجي، يعني ادارجي يقعد على الكرسي ويعني شايف الموضوع كويس. وكان عضو مكتب تنفيذي قبل كده فهو فاهم، فممكن يكون يدير مكتب تنفيذي. وجوده في الوزاره كمان خلاه انه ياخد خبرات اعلى اداريه كويس تخليه انه هو مش اداريه ولوائحيه وقانونيه كويس. وكمان لما بيدير وزاره ما عنده شؤون قانونيه وعنده يعني عنده المواصفات اللي تخلي اداره ناجحه يعني. فده العمل. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب عليه في 2017 وبعد انتهاء الدوره، وايضا استمرار الاستاذ عامري فاروق. زي ما قلت لحضراتكم كان مخصص وقت كبير وكان فعلا شايل مسؤوليه كبيره مع كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب، وكان ليه دور مهم جدا يعني. واحنا في هذه اللحظات لا نملك الا الدعاء للمغفور له باذن الله الاستاذ عامري فاروق، وربنا يصبر والده ووالدته واخواته واهله واسرته وكل محبيه، وربنا يا رب يسكنه فسيح جناته. هنروح للموضوع الثاني.